السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي. عملنا فيديو شرحنا فيه درس الـ Application of Proportionality in Circle، والنهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة. طبعا حلينا في الفيديو أسئلة الشرح العادية والأسئلة بتاعت السكول بوك غالبا، لكن تبقى لينا أسئلة الـ MCQ اللي هي اللي موجودة في كتاب المعاصر 2022، واللي إن شاء الله هنحلها في الفيديو الحالي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سؤال. بيقول لي if the circle of radius 3، يبقى أنا كده الـ R عندي كام؟ 3، تمام؟ وبعدين بيقول لي a point on the plane where MA equals 4 سنتيمتر، يبقى أنا كده فهمت إن الـ point outside، يعني الـ power of the point is positive. الكلام ده كله بسيط وسهل، لكن لازم أفكر فيه وأنا بحل. طبعاً هو الرول بتقول إيه؟ بتقول إن الـ power of A with respect to circle M equals الـ AM power 2 minus الـ radius power 2، يعني equals 4 power 2 minus 3 power 2 اللي هو equals كام؟ 16 minus 9 equals 7. يبقى الاختيار الصحيح عندي الاختيار C. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لي N is a circle with radius. خلي بالك هو قال لي radius ولا diameter؟ لا ده بيقول diameter، يبقى radius equals 8 على طول علشان انا ما بشتغلش بالdiameter. Will be a point in the plane where the NB equals 5. حلو قوي. خلي بالك بقى هنا في حاجة مهمة. ال NB distance ب 5 والradius 8، يعني ال point inside the circle، يعني ال power هيبقى بالنيجاتيف، يبقى الاختيار الصحيح يا ده يا ده. طب هعمل ايه بقى؟ هقول له ان هو عبارة عن ال NB power 2 اللي هي 25 minus radius power 2 اللي هي 64، اللي هو يطلع في الآخر negative 39. The power of point with respect to circle M is negative quantity. Then the power أو the point A lies فين؟ هو مش بيقول لي negative، يبقى inside the circle. فين inside the circle؟ أهي 4. وإذا كان ال M is a circle وال power of the point A with respect to circle M equal 0، then the point فين؟ احنا قلنا هما 3 cases. لو equal 0 يبقى on the circle، لو greater than 0 يبقى outside، ولو less than 0 تبقى inside. يبقى أنا هنا على طول on the circle. طيب يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي if the power of point A with respect to circle M equal 5 power negative 1، بيهرج وبيحاول يضحك عليا. طبعا في ناس كتير أول ما يشوف النيجاتيف 1 فوق يروح قايل لك inside. غلط. هو 5 power negative 1 دي يعني إيه؟ يعني 1 over 5، يعني في الآخر برضو بقت positive quantity، يعني هي في الآخر positive. يبقى الـ point فين؟ outside the circle. نشوف يا شباب السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي power of point A with respect to circle M equals R، then A lies فين؟ خلي بالك يا جميل. طيب هنا واحد يقعد يعمل لي بقى substitution ومش substitution ويجرب حاله ويشوف الدنيا هتوصل معاه لإيه. مفيش الكلام ده خالص. هو مش الـ power equals R؟ والـ R ده لازم يبقى positive quantity. أيوة، يبقى الـ point outside the circle على طول من غير ما أتعب نفسي. هنا بيقول لي if the power of point with respect to circle M is negative 625، the distance between this point and the center of circle is 15 centimeter. يبقى تمام، أنا عندي الـ power بنيجاتيف، يبقى أدي الـ power اللي هو negative 625 equals the distance power 2. distance اللي هو قال لي هنا كام؟ قال لي 15، يبقى ال 15 power 2 ب 225 minus the radius power 2. يبقى على طول ال radius power 2 لو انا عايز احسبه هجيب ال radius هنا يبقى positive، واجيب دي هنا كده تبقى positive، يبقى 625 plus 225 اللي هي تطلع 850، اللي هو طبعا لما اخد له ال root هيطلع على طول 10 root هيطلع 5 root 34. طيب انا هنا جبت الراديوس، هو طالب الدايمتر، هعمل له تايمز 2 فهيديني 10 root 34. هنا بيقول لي if M is a circle will A lie in its plane where the MA equals 6 وال power equal negative 13. نفس الكلام، عايز الاريا، يبقى هجيب منها الراديوس. طيب يا شباب تعالوا يلا نجيب الراديوس بسهولة. أنا عندي هنا بيقول لي إن الـ power اللي هو negative 13 equals distance power 2 اللي هي 36 minus الـ radius power 2. طبعا هجيب الـ radius هنا وأجيب دي هنا، فهتبقى الـ r power 2 equals 7.
ال r power 2 equals sorry 49 ادي r power 2 equals 49 يبقى ده على طول هيخليني اقول ان ال r equals 7. طب نجيب ال area of circle اللي هي ايه؟ كان في رول حلوة بتقول ان ال area of circle equals pi r power 2، يعني هقول له 22 over 7 times 7 power 2 اللي هو في الاخر الاجابة تطلع ايه اللي هي 154. شوف السؤال اللي بعده يا شباب. M is a circle of radius length، يبقى ده ال r equals 7. ال a is a point on the plane 25 apart from the center of circle، يعني distance بينها وبين السنتر 25. خلاص كده عرفت ان هي بره. Then the length of tangent segment، ايوه هنا بقى تعالوا نركز نطلع بالسؤال كده فوق علشان هنشتغل شويه، هنشتغل علشان نفهم مش عشان ندوخ نفسنا. هنعمل ايه يا شباب؟ احنا هنرسم الرسمه، هنقول ان انا عندي هنا سيركل عاديه، السيركل دي السنتر بتاعها وليكن ام، ادي السنتر بتاع السيركل اهو في النص، تمام. وبعد كده هبدا اشوف ايه اللي عندي. هو بيقول لي tangent segment، انا قلت ان في رول بتقول ان tangent segment، طبعا ادي tangent segment، او نخليه red كده مفيش مشكله. التانجنت سيجمنت ايه علاقته بالباور؟ ادي كده وصلنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا شباب انا عندي تانجنت سيجمنت، فانا هسمي دي مثلا بوينت A ودي بوينت D ودي B ودي M. احنا هنا بنشرح تاني الكلام اللي احنا قلناه في الدرس. احنا قلنا ان الباور اوف بوينت A with respect to circle M عباره عن مين؟ equals ال A دي باور 2 وفي نفس الوقت equals ال AB times، انا هسمي هنا C يبقى times ال AC. فلو قال لي AD power 2 اللي هو التانجنت سيجمنت، يبقى انا هعرف ان ال AD power 2 equals الباور. ولو مديني البارت اللي هو ال AB ومديني ال AC برضه هعمل اللي هو هيبقى equal الباور. هنا بقى في السؤال بتاعنا بيقول لي ال M is a circle of radius 7، A is a point on the plane 25 apart from the center، then the length of tangent segment. يعني ال AM ده كله بكام؟ ب 25. يعني انا اقدر احسب ال power of point with respect to circle M، ايوه اقدر احسبها سهله، اللي هي كام؟ 25 power 2 minus 7 power 2. حلو الكلام؟ طيب كده احنا طلعنا ايه؟ اللي هو ال power of point with respect to اللي هو equal 576، ادي 576. طب ايه علاقته بالتانجنت سيجمنت اللي هي الاي دي؟ الـ A دي باور 2 equals الباور، يبقى الـ A دي equals root الباور، يعني root الـ 576 اللي هي تطلع 24 تقريبا، 24 ان شاء الله. يبقى الاختيار عندي الصحيح اللي هو الاختيار C، اللي هو الاختيار C. كده فهمنا الحل بتاع السؤال. نشوف السؤال اللي بعده، وكده عرفنا الرول دي علشان انا مش هشرحها تاني. لو انا عندي هنا الاي بي تايمز الاي سي، يبقى انا مش هحتاج ان انا اشرح الكلام ده مره تانية. ونشوف يا شباب السؤال اللي بعده. question number 10 بيقول لي اذا كان سيركل ام، في سيركل ام اف ديامتر لينث ايكوال 12، يبقى انا على طول كده عرفت ان الراديوس ايكوال 6. apart from a point on the plane او a point in the plane where the power equal 13، the distance between the point A and the center of circle اللي هو عايز الام. يا سلام ايه ده بيهرج. هقول له على طول ان الباور اللي هو 13 equals distance power 2 اللي هو هسميه ام power 2 minus radius power 2 اللي هو minus 6 power 2. يبقى الام على طول هيبقى equals، هودي دي هناك تبقى 36 و13 ب 49، طبعا ده ام power 2، يبقى الام root ال 49 اللي هو 7. السؤال اللي بعده اللي هو question number 11. السؤال هنا بيقول if the power of point A with respect to circle M equals 9 that means اولا اول ما اشوف ان هو 9 هعرف ان البوينت outside the circle لان هو positive، فالاولانيه لا لان هو inside the circle، الثانيه لا لان هو بيقول لي inside. the radius length of the circle equal 9، طب ما هو ده مش بالضروره، ممكن يبقى 9 وممكن يبقى حاجه ثانيه. ولكن بيقول لي السؤال الاختيار الاخير بيقول لي the length of tangent segment، ايوه انا لسه قايل tangent segment هي root الباور،
فالروت الباور اللي هو روت 9 ب3، يبقى اللينث اوف تانجنت سيجمنت ايكوال 3، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار نمبر دي. شوف السؤال اللي بعده، كويستشن نمبر 12، بيقول لي if the point lie outside the circle then the length of tangent segment drawn from the point A to the circle. يبقى خلي بالك ال point outside the circle، يبقى ال length بتاع tangent segment equals مين؟ هل هو equals ال A m power 2 ولا ال power of point to respect to circle ولا ال power power 2 ولا root power؟ لا طبعا root power. احنا كل ده كل الأسئلة دي بيلف ويدور حوالين مين؟ المعنى بتاع الرول. شوف السؤال اللي بعده، question number 13 يا شباب، بيقول لي إذا كانت الـ M والـ N are two intersecting circles. يعني إيه intersecting circles يا شباب؟ يعني زي الشكل مثلا اللي قدامي هنا أو الشكل اللي قدامي هنا، دول two intersecting circles. وبعدين بيقول لي إن الـ power of point A with respect to circle M equal 5 و to the power of point A to the respect to circle N equal 10، يعني ال power ده ب 5 وده ب 5، ما انا هودي 2 هنا divide فهتبقى 10 divided to 5. هنا بيقول لي يبقى ال A belong لمين؟ طيب احنا as a rule كده حاجه المفروض نبقى عارفينها، انه امتى بيبقى ال power لأي point، خلينا نشرح على الشكل اللي تحت هنا ده، امتى يبقى ال power لل point A مثلا with respect to circle M equal the power of A with respect to circle N. الموضوع ملوش علاقة بالradius، ممكن تبقى واحدة منهم أكبر من التانية، لكن الموضوع بيتعلق بإيه؟ بإن ال power بيبقى equal لو كانت ال A دي belong لل principal tangent، يعني إيه sorry ال principal axis. يعني إيه ال principal axis يا جماعة؟ اللي هو ال line of intersection of two circles ده اسمه principal axis. أي point عليه بيبقى ال power of this point with respect to first circle equal power of this point with respect to second circle. يبقى أنا على طول بقول إن ال power of point A with respect to circle M equal power of A with respect to circle N. إمتى؟ لو كانت ال A belong اللي هو principal axis اللي هو ده. ده هو الاختيار بين الاختيار دي. هنشوف السؤال اللي بعده. لما نيجي نشوف السؤال اللي بعده number 14، هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان power of point C with respect to circle M power of point C with respect to circle N. يا سلام، بيهرج نفس اللي فات اهي على ال principal axis اللي هي ال intersection بتاع ال two circles ده، مديته عملت له line كده، يبقى على طول ال power بتاع ال point دي لل circle دي هو نفسه ال power لل circle التانية، يعني ال difference بينهم الطبيعي ان هو يكون zero. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لي اذا كانت ال AC equal 3 وال CE equals 9، ال PA with respect to circle M، يبقى هو عايز ال PA with respect to circle M. طب انا هجيب الكلام ده منين؟ والله انا لو ركبت المعلومات اللي انا خدتها هنا على المعلومات اللي خدتها في اخر ليسون في شابتر 1، الاقي نفسي ان انا حليت المشكله. هو اولا ال power of point A with respect to circle N اللي هو نفسه ال power with respect to circle M equal مين؟ equals AC times AE و equals ال AB power 2. يبقى أنا على طول هروح قايل له equals 3 times ال AE كلها اللي هو كام؟ اللي هو 12، يعني equals 36، equals 36. يبقى ال power of the point equals 36 equals ال AB power 2. مش محتاج إن أنا أتعب نفسي وأقعد أحسب كتير، خلاص السؤال محلول قدامي بشكل مباشر. شوف ال question number 16. سؤالنا جميل جدا، بيقول لي إذا كانت الـ AC touch the circle M at C والـ MC equals 6 زي ما أنا شايف قدامي كده في الجراف، بيقول لي إن الـ power of point A with respect to circle equals 64، ده معناها إن دي tangent segment. طب لما دي tangent segment equal من equal root الـ power يعني equals 8. طبعا على طول عشان ده radius وده tangent segment يبقى دي perpendicular حسب ما أخدنا في تالتة إعدادي. يبقى انا على طول عندي ال M N هجيبه باي فيجر الثيرم اللي هو روت ال 8 باور 2 بلس 6 باور 2، اهو روت 8 باور 2 بلس 6 باور 2 ايكوالز 10. يبقى ده كله 10. طب ما الجزء ده 6 عشان راديوس، يبقى الباقي 4 هو طالب مين؟ الباقي اللي هو ال A B بقى ايكوالز 4. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، بيقول لي الباور اوف A وذ ريسبكت تو سيركل M. طب الكلام ده جميل، خلي بالك ده راديوس ب 5، يبقى ده كمان بكام؟ ب 5. يبقى ال power of point A with respect to circle اللي هو equals مين؟ equals، ما هو ال power equals ال AM power 2 اللي هو ال distance دي كلها اللي هي 9 power 2 4 5 9
ماينس الراديوس باور 2 اللي هو كام؟ اللي هو 5 باور 2. يعني أنا عندي هنا 81 ماينس 25 تطلع ب 56. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي in the opposite figure بيقول لي الـ AB باور 2 equals كم؟ هو عايز الـ tangent segment. طيب الـ AB باور 2 equals كم؟ والله هو equals الـ AC في الـ AD و equal الـ AE في الـ AF. تعال نشوف AE في EF غلط، AC في CD، AC CD برضو غلط، equal الـ power of point A with respect to circle M. أيوة صحيحة، equal الـ AC على الـ AD. لا خلي بالك إن هما كلهم equals بعض، يعني الـ power of A with respect to circle M equals الـ AB power 2 equals AC times AD equals AE times AF، اللي هي الـ rules اللي احنا أخذناها. تعالوا يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. الدرس سهل والتطبيق عليه أسهل. طيب السؤال اللي بعده اللي هو question number 19 بيقول لي إنه in the opposite figure بديني الـ power of point A with respect to circle M. يا سلام على الجمال، الـ power لازم يكون negative، يبقى يا إما B يا إما D، واحدة منهم هي الإجابة الصحيحة. طيب هنجيبها إزاي؟ والله أنا قلت إن الـ power of point equals مين؟ هو ده times ده equal ده times ده equal negative الـ power، يبقى 3 times 5 بنيجاتيف 15 على طول. 3 times 5 بنيجاتيف 15 تطبيق مباشر. نفس الكلام هو تقريبا بيحرك بيقول لي ان الـ power of A with respect to circle M هو equals كام؟ 5 اللي هو AC times AD، الرول اللي احنا لسه كاتبينها times AD كلها، يبقى 5 times 8 ب 40 يبقى equals كام؟ 40. يبقى ده اللي هو الاختيار C. بعد كده هنشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي in the opposite figure عايز الـ point الـ power of point E. طب هنا عندنا ايه؟ هو بيقول ان ده قد ده وده كده 5. طيب تعالوا بقى نركز شويه. هو انا اصلا من الجيفنز اللي عندي هنا دلوقتي الـ EA times الـ EB كلها equals الـ EC times الـ AD كلها. طب ما هو لما الاثنين دول equals انا هسميهم ايه؟ X و X. يبقى انا عندي هنا EC اللي هي 5 times X plus 5 اللي هو ده كله، يبقى ادي X plus 5 equals EA اللي هي الـ X times X plus الكلام ده اللي هو بكام؟ بـ 7.25. يبقى هقول له X plus 7.25. طبعا خلاص equation عادية، يبقى 5 times X 5X plus 25 equals X by X بX power 2 plus 7.25X. جميل، هنجمع ده كله في سايد واحد فهتبقى x باور 2، وتيجي ال 5x هنا ماينس، وانا عندي هنا 7 اند كوارتر يبقى بلس 2 اند 2.25x ماينس 25 ايكوال 0. هنروح ندخلها على الكالكوليتر اي بي سي. طبعا اكيد انتوا عارفين الطريقه بتاعت الحل، نحلها قدامكم برضو لمره واحده فقط علشان مش هنعمل سولفنج ايكويشن، خلاص الكلام ده احنا عارفينه من بريب 2 المفروض مش هنقوله تاني. يلا الايكويشن قدامي، الـ A هنا بـ 1 اللي هو الـ coefficient of x، يبقى دي root 3 5 3، وبعد كده الـ coefficient بتاع الـ x power 2 بـ 1 equals الـ coefficient ده بـ 2.25 equals والـ coefficient الأخير بـ negative 25. يلا الـ x 1 بـ 4 والتانية بـ negative، طبعا الـ x مستحيل تبقى negative، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي الـ x equals 4. طيب لما أنا جبت كده الـ x equals 4 وصلت الـ A، أنا استفدت إيه من القصة دي؟ ما جبتش لسه الـ power، هو عايز الـ power أصلاً equals كام؟ طيب ما هي خلاص عادي، أنا هسمي دي 4، مش الـ power هو equals الـ 5 times ده كله، يعني 5 times 9 equals كام؟ 36، يبقى power of E with respect to circle M. أنا هنا طلعت sorry الـ x طلعناها بـ 4، يبقى الـ power of point with respect to circle equals EC times الـ ED كله 5 times 4 times 9 equals 45 اللي هو الاختيار D. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي إن الميجر بتاع الـ arc ده 70 والميجر بتاع الـ arc ده
30 يبقى عايز الميجر بتاع الانجل. خلاص احنا قلنا ان الانجل اللي جوه دي الويل نون بروبلم بتاع الثالثه اعدادي واللي شرحناها في شابتر 1 كمان، ورجعنا اخدناها دلوقتي تاني. على طول الميجر بتاع الانجل اي بيبقى ايكوالز هاف تايمز الارك ده ماينس ده، سوري ده بلس ده اللي هو 130 بلس 70 يعني ايكوالز 200. هاف 200 ب 100 يبقى الاختيار ايه هو الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان عندي هنا measure of arc AC equals measure of arc AD equal to measure of arc BD. ايوه يبقى انا كده الارك ده قد ده والاثنين مع بعض قد مين مرتين، والارك BC فين البي سي ده ب 100، وهسمي الاي سي ده اكس وده اكس او سوري equal to arc BD يبقى نسمي ده اكس وده 2 اكس وده 2 اكس لان ده اللي قد مرتين. خلاص انا كده محتاج الانجل ثيتا ازاي اجيبها؟ الموضوع بسيط جدا، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب الاكس من ده كله. هو السيركل كلها بكام؟ ب 360 اكس و 2 اكس و 2 اكس ب 5 اكس، يبقى 5 اكس بلس 100 ب 360 يعني ال 5 اكس ايكوالز 260 يعني الاكس ايكوالز 52 يبقى الاكس ايكوالز 52. يعني ايه يا شباب؟ يعني ده ب 104 وده ب 52، يبقى على طول الميجر اوف انجل ثيتا اللي هي هاف الصم بتاع تو اركس 104 بلس 52 اللي هي 156 وهاف ال 156 ب 78 يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار A. نركز، رولز قديمه بنستخدمها موجوده عندنا هي اصلا في صميم المنهج وهتفضل تتكرر وهتستخدمها. على فكره هيجي لك عليها اسئله في ثالثه ثانوي على الرولز دي احيانا في حاجات ملهاش علاقة بالجيومتري لأن هو في ثالث سنة مفيش جيومتري، في سوليد جيومتري بس. طيب يا شباب هنا بيقول لي إذا كانوا دول بيربنديكولار والأرك AC equal ميجر بلس الأرك AD equals كام؟ خلاص الموضوع بسيط جدا. مش الأنجل هنا ب 90؟ أيوه اللي هي الأنجل اللي 90 دي عبارة عن مين؟ عبارة عن هاف الميجر أوف أرك. هنا عندي مين؟ AC واللي قصاده البي دي. خلي بالك ان نفس القصه الاثنين التو اركس دول نفس الصم بتاعهم، يبقى الارك اي سي اللي هو اي سي اهو بلس ميجر اوف ارك بي دي. يا سلام على الجمال ده، خلاص خلصت. الهاف دي تروح هناك تبقى تايمز 2 يبقى ب 180 يعني الصم بتاعهم ب 180. نشوف السؤال اللي بعده. هنا نفس الفكرة برضو بيقول لي هنا 7y وهنا 11y ودي 90. هقول الرول على طول، هقول ان 90 equals half times الصم بتاع 2 rule 2 arcs 11y plus 7y يا جماعة ب 18y. جميل جدا، half times 18 ب 9 هتودي لي 9 divide تطلع ال y بكام؟ ب 10، تطلع ال y 10 على طول. يلا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 26. هنا بيقول لي والسؤال ده من الاسئله بتاعت السكول بوك برضو ما فيهاش مشكله. انا عندي هنا الانجل ب 110، ادي 110 equals half 130 plus 2z. طيب يبقى هودي الهاف هناك تايمز فهتبقى تايمز 2 يعني 220، وهيفضل هنا عندي ايه 130 plus 2z يبقى هشيل دي بتبقى minus 130 equals 2z. طيب 220 minus 130 تطلع ب 90 equals يبقى 90 equals 2z يبقى z equal 90 divided 2 اللي هي equals 45. تعالوا نشوف السؤال ده، يا نهار ابيض ده سؤال يخض ولا يخض ولا حاجه والموضوع بسيط جدا. هو بيقول لي عايز الميجر اوف انجل اي اف بي. فين الاي اف بي؟ اول حاجه لازم احددها في الرسم، ادي اي اف بي، ادي اي اف B اللي هي الانجل الجميله دي. طب الانجل الجميله دي ايكوالز ايه؟ او انا اقدر اجيبها منين؟ خلي بالك يا جميل معايا بالراحه كده. اولا احنا قلنا انه الانجل بتاعتنا حددناها مكانها. طيب يعني ايه الانجل دي 20؟ يعني الارك اللي قصادها بكام يا شباب؟ يبقى الارك اللي قصادها ده بقد ايه؟ ب 40. ليه؟ عشان دي انسكرايبد انجل اللي بتبقى على السيركل اللي بتلمس السيركل نفسها. الارك بيبقى قدها مرتين. طيب دي سنترال انجل يبقى الانسكرايبد ارك بتاعها اللي هو البي اي ده بكام؟ ب 60 قدها. ثاني اقول
دي اسمها سنترال انجل علشان في السنتر بتبقى قد الارك، دي اسمها انسكرايبد انجل عشان هي على السيركل بتبقى هاف الارك، يبقى ده 40. طب انا استفدت من ده ايه؟ لو انت خدت لي بالك هنا من الشكل اللي قدامي هلاقي ان الانجل دي اصلا ايكوال مين؟ هاف الارك اللي قصادها ده بلس الارك ده، يعني اهي ما هي الانجل اهي جايه على الكورد ده والكورد ده، يعني هاف الارك اللي هنا اللي هو ال 40 بلس ده، يبقى هاف تايمز 40 بلس 60 اللي هي ايكوالز 50، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار سي، اللي هو الاختيار سي. السؤال اللي بعده سؤال مباشر وسهل جدا وما فيهوش حاجه. السؤال بتاعنا بيقول لي ان دي ميجر اوف انجل وده ارك وده ارك، خلاص الانجل دي بره يعني ايكوالز مين؟ هاف الارك ماينس الارك. خلي بالك انا قلت لو الانجل جوه السيركل تبقى هاف الارك بلس الارك، لو بره تبقى هاف الارك ماينس الارك. طيب يبقى 150 ماينس 70 بقيتي الهاف بتاعها 40 على طول الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار دي. هنا بقى حد يقول لي ثواني ده في حاجه ناقصه، ولا حاجه ناقصه ولا حاجه، والسؤال ده اتكرر كتير في الامتحانات واحنا بنحل. انا عندي هنا ايه يا شباب؟ انا عندي هنا اكس وعندي هنا ارك 120، يبقى الباقي ده كله اللي هو بقيه السيركل يبقى ده 240، يبقى ده 240. يبقى انا عندي هنا الاكس ايكوالز مين؟ ايكوال هاف الارك ده ماينس الارك ده، يعني هاف ال 140 ماينس ال 120 اللي هي تطلع 60 اللي هي الاختيار A. طيب يا شباب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ان دي 140، يا سلام يعني انت جاي تهرج هنا. طب ما هو دي 240 يبقى دي 120 ليه؟ ما هو ده هو السؤال ده، يبقى دي على طول برضه 60 اللي هي نفس الاختيار اللي فات. يلا يا شباب قربنا نخلص الاكسرسايز. شوف السؤال اللي بعده، AB and AC are two tangent segments ومديني الارك ده ب 130x. طب احنا هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنقول ان البي سي هو 130 بلس اكس، يبقى ده كده 130 بلس اكس، يبقى الباقي ده اللي هو كام؟ 360 ماينس الكلام ده، يعني 360 ماينس 100 اهو 360 ماينس 130 بلس اكس، 360 ماينس 130 تطلع ب 230 ماينس اكس. جميل جدا. دلوقتي الانجل اللي بره دي عباره عن ايه؟ الديفرنس بين التو اركس، او هاف الديفرنس بين التو اركس. ادي هاف الارك اللي بره اللي هو 230 ماينس اكس ماينس الارك ده، يعني ماينس 130 ماينس اكس. جميل جدا، ده يكون الميجر اوف انجل. انا عندي هنا 230 ماينس 130 ب 100 ماينس اكس، وماينس اكس يعني ماينس 2 اكس. طبعا ده كله تايمز هاف، ده كله تايمز هاف، هاف تايمز 100 يبقى 50، وهاف تايمز 2x يبقى x، يعني الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار C. طب لو كانت الانجل دي 30 وده 40 يبقى على طول انا عايز اجيب السي دي، السي دي على طول ايكوالز ايه؟ هقول له انه 30 ايكوالز هاف اللي هو السي دي الارك سي دي ماينس ال 40. طلع لي الهاف دي هنا تبقى 60 equal cd minus 40، اهي cd minus 40، يبقى هودي الماينس 40 تروح بلس، يبقى cd على طول equals 100 اللي هو الاختيار d، اللي هو الاختيار d. طبعا هنا نفس الكلام، هنا خلي بالك دي x يبقى ده 360 minus x، ليه؟ لان ده الباقي. طب ومديني الانجل هنا دي ايه؟ ب 70، يبقى على طول هقول له ان الهاف ال 70 سوري equals half times الكبير minus الصغير، يعني x minus 360 اللي هي 360 plus x علشان minus، خلاص ده كله من subtraction. يبقى انا عندي هنا بقى ال half دي تروح هناك تبقى 140 equals x plus x ب2x، ادي 2x minus 360. طب ما تودي لي 360 دي هناك plus، فهتبقى كام؟ 500، يبقى الـ x بـ 250 اللي هي الاختيار نمبر A. شوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده هنا جميل برضه ما فيهوش حاجة، نفس الفكرة تقريبا، هو عايز الـ B C، عايز الأرك ده. طب ما أنا عندي الأرك ده، يبقى half الأنجل، الأنجل اللي هي الـ 45 equals half times الأرك الكبير 150 minus الـ B C، أهو أدي الـ B C.
على طول الهاف تروح بتبقى 90 equals 150 minus البي سي، يبقى على طول البي سي هنوديها هناك 150 minus 90 تبقى 60، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار سي. السؤال اللي بعده خلاص، الأفكار الأخيرة دي كلها بتتعامل مع نفس الفكرة. السؤال اللي بعده بيقول لي إن البي دي ده equal to x plus 50، آدي البي دي اللي هو 2x plus 50، وهنا البي سي اللي هو 2x. يا سلام بيهرج، يبقى measure of angle A equal كام؟ equal half الأرك الكبير اللي هو 2x plus 50 minus الأرك الصغير اللي هو 2x. طبعا دي راحت مع دي، يفضل هاف ال 50 اللي هو 20. هنا نفس القصة يا شباب، هنا بيقول لي ال 45 اهي 45 equals half الارك الكبير اللي هو 3x plus 25 minus الارك الصغير يعني minus 2x plus 20. يبقى انا عندي هنا 3x minus 2x بx و25 plus 20 ب 45 ادي 45، والهاف تروح هناك تبقى تايمز يعني 90. يا سلام، يعني الاكس تطلع ب 45 لان انا هبقى بعمل 90 minus 45. بسرعة السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي in the opposite figure الx in degree نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط يا شباب. هقول له هاف ال 50 half times اللي هو ده كله equals 50، half times 145 minus 2x plus 5، ادي 2x plus 5 لان انا بعمل subtraction فبعكس الساين كلها، ده كله equals كام؟ 50. طبعا half هتروح هناك يبقى 100، فانا عندي هنا 145 plus 5 150 minus 2x equals 100، يبقى على طول هنجيب ال 100 هنا تبقى minus ودي تبقى 2x، يبقى 150 minus 100 ب 50 over 2 اهي 50 equals 2x، يعني ال x equals 25. خلاص يا شباب الافكار بدأت تتكرر كلها، هنا بيهرج معايا وبيقول لي انه السايد ده قد السايد ده، يبقى ده على طول 2x، يبقى ده على طول 2x. طيب عندي ايه كمان جيفنز؟ بيقول لي عايز ال x equals كام؟ يا سلام، هي دي مشكلة يعني؟ ما هي سهلة، هو مش مديني الارك ده ب 160؟ ايوه، يبقى ما دام الارك ده 160 يا شباب، يبقى الانجل اللي جوه دي مالها؟ ايه علاقتها بالارك؟ احنا قلنا ان دي كده انسكرايبد انجل، دي كده اهي انسكرايبد انجل، يعني هاف الارك يبقى دي 80. يا سلام، طب ما هي دي اكستيريور انجل في الترينجل، يعني ايكوال دي بلس دي، يبقى ال 80 ايكوال 2x بلس 2x ب 4x، يعني الاكس الواحده ب 20. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده سهل وما فيهوش حاجه برضه، لكن خلينا نحله ستيب باي ستيب. طبعا مفيش حاجه غير ان احنا نقول الرول اللي هي ان ال 20 equals half الواي minus الاكس. طب نودي الهاف دي هناك يبقى 40، يبقى انا كده عرفت ان الواي minus الاكس الفرق بينهم كام؟ 40، يبقى لازم الواي minus الاكس هي اللي ب 40 مش الاكس minus الواي. هل ده minus ده 40؟ لا. هل ده ماينس ده 40؟ لا. هل ده ماينس ده 40؟ ايوه، يبقى هو ده الاختيار الصحيح. انا بقول y ماينس x مش x ماينس y، علشان على حسب الرول اللي انا عملتها. question number 40 يا شباب سهل جدا برضو، ما فيهوش حاجه، هو مديني ارك وارك ومديني x وz في 2 variables، خلي بالك عشان ما تقعدش تلف كتير. هو مش دول tangents؟ يعني ده بلس ده ب 360. يا سلام على الجمال، يبقى 3x بلس 5 equal 360 minus 130، يبقى 3x plus 5 equals 230، يعني ال 3x equals 225، يبقى ال x ب 75. طيب خلصنا؟ لا لسه بدري قوي. طيب هو ده كله بكام؟ علشان نجيب ال z دي 130، يبقى اللي فضل 230، احنا متفقين على كده اللي هو ان الارك ده كده 230، احنا لسه جايبينها من شويه، يبقى ال z equal ده minus ده over 2 اللي هو half 230 minus 130، لأن الـ z equals half 230 minus 130 يعني ب 50، يبقى أنا طلعت الـ x ب 75 والـ z طلعت ب 50، يبقى الصم بتاعهم كام يا شباب؟ 125. آخر سؤال معانا، سؤال جميل ولذيذ إن شاء الله سهل،
ما فيهوش حاجة. هنا بيقول لي إن الأنجل دي 80 والأنجل دي 70. طب أنا هعمل إيه؟ أولا معنى إن الأرك ده الكورد ده إيكوال الكورد ده، يبقى الأرك ده قد ده، يبقى أنا هسمي ده إكس وده إيه؟ إكس. طيب لما أنا هعمل هنا، هو عايز measure of arc إكس دي اللي هو الأرك ده ماينس الأرك اللي هو إكس دي. طب تعالوا نركز شوية ونشوف كل أنجل من دول أصلا الرول بتاعتها إيه؟ أو إحنا كل أنجل من دول ممكن نحسبها إزاي؟ هنا يا شباب عندي أول حاجة الأنجل الأولانية اللي هي الـ 70 دي equals، أدي 70 equals half، ونروح عاملين الأرك اللي قصادها. طيب الأرك بتاعها اللي هو مين؟ خلي بالك إن هنا في تو أركس، صح؟ في الأرك الخارجي ده كله وفي الأرك الداخلي. الأرك الخارجي اللي هو مين؟ الـ CX. طب الـ CX ده يتضمن مين؟ آه معلش، هو إحنا سمينا دي M عشان في X عندنا، فخلينا نسميها M و M، إحنا سميناها X. انا قلت ان الارك ده قد ده عشان الكورد ده قد ده، وهسمي دي مثلا ان، وهسمي ده هو الاكس دي، هو في الاول قال الاكس دي، هسمي ده بي، وهسمي ده ايه؟ كيو. طب ليه انا هعمل الكلام ده؟ عشان سهل على نفسي الحل بس مش اكتر. يبقى انا عندي 70 equals half، الارك اللي بره الخارجي ده كله اللي هو كام؟ ان بلس ام، ادي ان بلس ام بلس P Q sorry plus Q minus الأرك الداخلي اللي هو P. حلو قوي، هنطلع الهاف دي هتبقى 140 equals N plus M plus Q minus P. جميل جدا. تعالوا نشوف الأرك التالي اللي هي الأنجل التانية 80، يبقى هقول نفس الكلام، أدي 80 equals half. مين الأرك اللي بره؟ اللي هو قصاد ال 80 اللي هو ده كله اللي هو ال اكس دي سي اي. طيب ده ايكوالز مين يا شباب؟ ده ايكوالز ان بلس ام، ادي ان بلس ام بلس بي ماينس الارك اللي جوه اللي هو كيو. طب نطلع دي هنا تبقى 160، او خلينا نكتبها هنا عشان نعمل سولفنج تو ايكويشنز مع بعض، ان بلس ام بلس بي ماينس كيو ماينس ايه؟ كيو. طيب هو دلوقتي عايز ايه؟ عايزني اجيب الفاليو بتاعت الاكس دي ماينس الاكس بي، يعني ادي اكس دي وادي اكس بي اللي هي بي ماينس كيو، يعني عايزني اجيب الفاليو بتاعت دي. هجيبها ازاي يا شباب؟ انا لو جيت عملت التو ايكويشنز دول سبتراكت، لو عملت التو ايكويشنز دول عملت لهم سبتراكت، يعني عملت دي كده غيرت الساين بتاعتها كلها، خليت دي ماينس دي ماينس دي ماينس ودي ماينس ودي ايه بلس. لاحظ معايا 160 ماينس 140 ب 20 ايكوالز ان ماينس ان مع السلامه، وام ماينس ام مع السلامه، وبي بلس بي ب 2 بي ادي 2 بي، ونيجاتيف كيو ماينس كيو بنيجاتيف 2 كيو. يا سلام على الجمال. طب ما لو خدنا ال 2 كومن فاكتور وعملنا ديفايدد هنا هيبقى 10 ايكوالز البي ماينس الكيو. طب هو البي ماينس الكيو ده اللي هو مين؟ ارجع هنا، البي ده اللي هو الدي اكس، والكيو اللي هو البي اكس، يعني هو ده اللي مطلوب. ايوه اللي هو الاختيار البي. يبقى انا كده خلصت الاكسرسايز بتاعي، مفيش مشكله في الاكسرسايز، كل الفكره ان انا اشغل دماغي بس علشان اوصل للحل، هلاقي ان الدنيا بقت سهله. وده كده كان اخر درس عندنا في منهج الجيومتري، وان شاء الله هنلتقي في اجزاء الريفيجن على المنهج وحل الامتحانات نستكمل مع بعض. لكن أهم حاجة إن أنت تشتغل وتحل في إيدك.